احنا النهاردة عايزين نتكلم على انواع الانتصاب. الحقيقة احنا عندنا 3 انواع من الانتصاب. النوع الاول اسمه سايكوجينيك، وده بيحصل نتيجة ان الشخص فكر انه هيعمل علاقة او شاف حاجة مثيرة بالنسبة له، فيبتدي يحصل له انتصاب، وده الاشارة بتاعته بتبتدي من المخ وبتنزل لمركز في النخاع الشوكي اسمه الاريكتايل سنتر، وده المركز المسؤول عن الانتصاب. وبعد كده بيكون نتيجة كده ان الأوعية الدموية في العضو الذكري بتوسع وتتملى بالدم نتيجة تحرر النيتريك أوكسيد اللي هو الموصل العصبي المسؤول عن الانتصاب من النهايات العصبية اللي موجودة في العضو الذكري. والنوع ده من الانتصاب بيفقد في حالة حدوث إصابة للمريض فوق الفقرة التاسعة الصدرية، زي إصابات مثلا العمود الفقري اللي بتحصل في فقرات الرقبة. الانتصاب ده بيسلم الانتصاب لنوع من النوع التاني من الانتصاب اللي اسمه الريفلكسوجينيك، واللي هو بيعتمد على احتكاك العضو الذكري جوه المهبل، وده بيفقد في حالة إصابة المريض في المنطقة العجوزية أو قطع للعصب اللي بيغذي العضو الذكري اللي هو البيودنتال نيرف. طيب النوع الثالث من الانتصاب النوع اللي بيحصل أثناء النوم، اللي هو اللي بنسميه الانتصاب الليلي، وده الميكانيزم بتاعه مش معروف بالظبط، وإن كان ده بيحصل لكل الناس الطبيعية، لكل الرجالة الطبيعية، من 3 لـ5 مرات وهو نايم، وده بيحصل في مرحلة من مراحل النوم اسمها Rapid Eye Movement، وبيستمر من 10 دقايق لـ25 دقيقة. وده من ضمن الحاجات اللي بتخلينا او بتساعدنا ان احنا نفرق ما بين نوعين اساسيين من الضعف الجنسي، اللي هو الضعف الجنسي النفسي والعضوي. نظرا ان مريض الضعف الجنسي النفسي وان كان ما عندوش انتصاب في حياته الطبيعيه، لكن بيحتفظ بالانتصاب الليلي، عكس مريض الضعف الجنسي العضوي اللي بيكون ما عندوش انتصاب ليلي او الانتصاب الليلي بيكون ضعيف جدا. طيب نستفيد ايه من المعلومه اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ ان الانتصاب اللي بيتم اثناء العلاقه عباره عن شقين. الشق الاول ناجم عن الاثاره الجنسيه، وده اللي بيحصل في الاول اللي هو السايكوجينيك، ده بيسلم الانتصاب للشق الثاني اللي هو الريفلكسوجينيك. معنى كده ان الراجل لو حصلت له اثاره جنسيه وحصل له انتصاب لكن ما تلاش هذا الانتصاب مباشره علاج، هيحصل له ارتخاء. ودي حاجه بتواجهنا كتير، ان يجي راجل عنده المشكله دي بيقول انا بيحصل لي انتصاب وبعد كده بيحصل لي ارتخاء، ونفضل نعالجه فترات طويله على انه مريض ضعف انتصاب، وهو في الواقع مش كده. كل الحكايه انه حصل له الشق الاول من الانتصاب لكن لظروف معينه ما حصلش علاج، زي ان الزوجه قاومته، زي ان في انحناء في العضو مثلا، اي سبب خلاه مش قادر يعمل علاج بصوره سليمه، فما حصلش الشق الثاني من الانتصاب. هنا انا ساعات بشبهها للمريض زي واحد دور العربية بتاعته لكن ما داش بنزين فالعربية وقفت منه. فإحنا عشان يتم انتصاب سليم لازم يبقى الشقين ورا بعض، الأول السايكوجينيك يليه مباشرة احتكاك للعضو الذكري، شعور بالاحتكاك في العضو الذكري في المهبل عشان الانتصاب يكمل. لكن لو حصل الشق الأول من الانتصاب وما تلهوش علاج، طبيعي جدا يحصل ارتخاء. مش معنى كده ان انت عندك حالة مرضية، مش معنى كده ان انت مريض ضعف انتصاب، انت كل الحكاية ان انت ما قدرتش تتم العلاقة بصورة سليمة.